اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، تقول فتاة: وأنا في الحرم رأيت امرأة تبكي بحرقة شديدة لم أرى مثلها من قبل، فأثارني الفضول وأردت أن أعرف لماذا تبكي هكذا، فذهبت إليها وسألتها: لماذا تبكي أيتها الأم؟ فردت علي قائلة دون أن تتوقف عن البكاء: أبكي من عذاب نفسي. فتعجبت أكثر، ثم أخبرتها بأنني لم أفهم شيئا، فقالت: كان لي زوج وكنا نحب بعضنا حبا أسطوريا، ولكن الله لم يرزقني بالولد، وهذا ما عكر صفو حياتنا، فأشفقت عليه واقترحت عليه الزواج من أخرى، ولكنه رفض بشدة، فبقيت ألح عليه أياما وشهور حتى وافق، وتوجهت معه وذهبنا لخطبة أحد الفتيات وتم الزواج. وبعد مرور أيام وشهور بدأت أشعر بالغيرة الغريبة وبأنه ميالا للأخرى أكثر مني، خصوصا أنها حملت منه وأنجبت له طفلا جميلا. وفي يوم أحضر الطفل إلي وطلب مني أن أعتني به نظرا لأنه سوف يسافر هو وزوجته الأخرى، فوافقت دون نقاش. وفي يوم سفرهم الأول كان الطفل أمامي يلعب، وكانت ليلة شتاء قارصة البرودة، فأشعلت بعض الحطب كي أدفئ الغرفة، وفجأة رأيت الطفل يذهب للمدفأة ويمسك بالجمر، فأسرعت إليه، ولكني بدل من أن أنتزع يده من النار وضعت يده فيها حتى ذابت يده في النار تماما، وحينها هدأت نار قلبي نوعا ما. ولكن بعدها بساعة جاءني خبر بأن زوجي وزوجته الثانية أصيبوا بحادث ومات الاثنان، فوجدت نفسي وحيدة ليس لي غير هذا الطفل المشوه اليد، وكبر الطفل وأحببته وأحبني وأصبح هو المسؤول عني الآن، وهو من يرعاني ويرى متطلباتي، وكان يعاملني بلين ورفق كما أنه يناديني يا أمي، وفي كل مرة يناديني فيها أمي كان يعتصر قلبي من الحزن، وها هو الآن لولا وجوده في حياتي لا أعلم كيف كنت أستطيع العيش في الحياة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سبحان الله وبحمده.
سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. سبحان الله
سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله.